الحمد لله الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أسبح على عباده من نعمه ما لا يحيطون بعده. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين الذي بعثه رحمة للعالمين وامتن ببعثته على عباده المؤمنين، حيث قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين وعن أصحابه الغر الميامين وخصوصا خلفاءه الراشدين أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا أبا السبطين، وبقي عن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول مخاطبا لنا معشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، وإن من تقوى الله تعالى الخاصة بهذا اليوم واليومين بعده أن يضحي من لا تشبه به الأضحية، أن يضحي من لا تشبه به الأضحية تقربا بها إلى الله تعالى. وهذه الأضحية لا يطالب بها إلا القادر الذي لا تشبه به، لا يطالب بها من تشبه به. فلقد كان أبو بكر وعمر يتركانها ليلا يعتقد الناس وجوبها أو يتكلف بها من لا يقدر عليها ولا يستطيعها. هذه الأضحية صح لنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها سنة مؤكدة، وأنها لا بد من أن تراعى بها أوصاف. الأول من هذه الأوصاف أن تكون الأضحية مسنة أي ثنية، والثنية والرباعية معروفة عندنا. لا بد من أن تكون مسنة، إلا إذا لم توجد مسنة فيجزئ الجلع من الظهر خاصة. أما إذا كانت مسنة فتكون من الغنم ومن الإبل ومن البقر، ويشترط فيها أن تكون سليمة من عيوب معروفة. أصولها الأربع التي في حديث البراء بن عازم المشهور الذي يقول به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز للضحايا: العوراء
مصلحته للنفس، ثم مصلحته للعقل، ثم مصلحته للنسب، ثم مصلحته للعرض، ثم مصلحته للمال. هذه الست تسمى بالضروريات، لأن المحافظة عليها والقيام بإصلاحها به يصلح أمر الدنيا وأمر الآخرة، وإذا ضيعت ضيع أمر الدنيا والآخرة. وما بعث الله نبيا من أنبيائه إلى خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالقيام بها. فالإصلاح إذن يهدف إلى أن يحافظ على مصلحة الدين، لأن مصلحة الدين هي التي بها يتحقق ما وعد الله تعالى به عباده المؤمنين المتقين المصلحين، وهذا يقله الميعاد. ومصلحة النفس واضح أيضا أنها ضرورة، ومصلحة العقل أيضا واضح أنها ضرورة. ولذلك لأجل المحافظة على مصلحة النفس يجب أن يقام بتوفير الضروريات التي بها قوام البدن من غناء ومن سكن وما إلى ذلك، بل والكماليات التي تنضاف إلى ذلك، ثم يتدرج من ذلك إلى أعلى إلى أن يتدرج في سبيل التنمية وفي الإقامة بالتقدم والازدهار في جميع شؤون الحياة. كل ذلك تقتضيه المحافظة على النفس التي هي إحدى هذه الضروريات. ومعلوم أيضا أن المحافظة على العقل ضرورية، لأن العقل هو الذي يعقل صاحبه المنافع ويعقل المعاصي. ومن هنا وجبت محاربة كل ما يخل بالعقل من مسكرات ومن مخدرات وما إلى ذلك، لأن العقل إذا فسد فسد كل شيء، وإذا صلح أمكن إصلاح كل شيء، لأنه هو الذي تدرك به نفسه المصالح والمفاسد. ثم مصلحة النسب أيضا واضح أنها ضرورية، فلولا أن الله تعالى نظم ذلك النظام الأسري الذي يكون بين الرجل والمرأة بالزواج المعروف بأركانه وبضوابطه، لولا ذلك وتحريم ما عدا ذلك لصار الناس مثل البهائم لا يعرف الأب ابنه ولا الابن أباه. وقد رأينا وشاهدنا ما ترتب على الممارسات غير المشروعة من الأمراض الفتاكة من الإيدز والسيدة وما إلى ذلك. فإذا المحافظة على النفس ومحافظة على النسب أمر ضروري، وهذا المحافظة على العرض. فالعرض الإنسان خلقه الله تعالى ليكرمه وليحترم، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لذلك صان الله العرض، صان الله عرض الإنسان، وأوجب احترام الإنسان بحيث إنه إنسان بدلا عما إذا كان مسلما. فلذلك حرم الله القذف ورتب عليه الحد المعروف، وحرم أيضا الغيبة وما إلى ذلك من كل ما يؤذي. والله تعالى قد قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هكذا أيضا سادسة هذه الضروريات المحافظة على المال. من المعلوم أن المال هو شرايين الحياة، وأن المال إذا لم يحافظ على مصلحته وعلى أن يتصرف فيه التصرف المشروع المربوط بالضوابط التي تهدف إلى تحقيق كل مصلحة وإلى أن يتحقق ما يسمى إليه من المصالح، إذا ترك هذان يتناوله من شاء كيف شاء نزل أمر الدنيا. لذلك حرم الله تعالى الرشوة ولعن صاحبها على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الرشوة هي ما أعطي لإبطال حق أو لتحقيق باطل. وهكذا حرم الله تعالى السرقة وشرع القصاص في صاحبها أن تقطع يده لأنه بالسرقة يتعرض للمال بالتلف. وحرم الله تعالى الكثير من المعاملات الربوية والمحرمة لأنها تعود في نهاية إلى المال بالفساد. وأوجه المحافظة على المال في شريعة الإسلام معروفة، لا فرق في ذلك بين المال العام ولا المال الخاص، بل إن المال العام خطره أشد، لأن صاحبه إذا تناوله يرى أنه عام كأنه ليس له خاص يتابعه، أما صاحب المال الخاص فهو يتابع ماله وسيقف عنده. ولذلك حرم الله تعالى ما يعرف بالغلو، وجاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحديث: لا أعرف أحدكم يوم القيامة
الكتاب لا هو احدكم يوم القيامه على ربه شاك تصير فيقول يا محمد واغثني فاقول لا املك لك من الله شاك وهكذا لا هو احدكم يوم القيامه لديه دراهم ودنانير قد غلها واخذها فيقول يا محمد واغثني فاقول لا املك لك من الله شاك ومصداق ذلك من كتاب الله تعالى قوله ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ليلا هذه المصالح مصالح ضرورية ويجب المحافظة عليها ثم فيما بعد هذه المصالح الضرورية تأتي المصالح الحاجية المصالح الحاجية تعني ما تدعو إليه حاجة الناس للتوسعة عليهم لطرق معاشهم وفي مضيهم قدما في سبيل التنمية فالشريعة الإسلام فتحت الباب للناس للتوسع في طرق معاشهم ولمضيهم في تنمية قدما بشرط المحافظة على المصالح الضرورية التي ذكرنا آنفا فالتوسعة من شريعة الإسلام معروفة وقد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز والتقدم في مجال الحياة الدنيا مطلب شرعي أكيد فهذا على ما يعني المصلحة الحاجية فالله تعالى قد فتح الباب أمامنا لنا نسعى للتقدم والازدهار في أمور دنيانا شريطة المحافظة على المصالح الضرورية التي ذكرناها سابقا أما إذا كانت هذه المصلحة الحاجية تدعو إلى فساد إحدى المصالح الضرورية فلا وقد سمعنا وفهمنا ضرورة المحافظة على تلك المصالح ثم تجيء المصلحة الثالثة التي تعرف بالمصلحة التحسينية ومرجع المصلحة التحسينية إلى أن يتصف الناس بالتعاطي فيما بينهم والتعامل فيما بينهم بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات هذه المصالح الثلاث يدور عليها ما شرع الله تعالى لعباده من دينه والمحافظة على المصالح الضرورية والمحافظة على المصالح الحاجية والمحافظة على المصالح التحسينية وبالمحافظة عليها وتحققها يتحقق لا تتحقق تلك الحياة التي دعا الله تعالى لها ليقول لنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فقد علمنا مما سمعنا وعلمنا من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا ونحن مسلمون ولله الحمد ومتعلمون وما من واحد منا إلا وقد تعلم وهو في حضن أمه وأبيه تعلم من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى صار على علم بما لابد من أن يعلم من أمور الدين ومن المعلوم ضرورة من أمور الدين أن دين الإسلام دين عدل وإحسان لا دين جور وعدوان دين يسر ولطف لا دين عسر وعنف هذا مما معلوم من هذا الدين ضرورة وإذا كان دين الإسلام كذلك فالإسلام بريء من كل تصرف يمت إلى ما يعرف بالتطرف أو الإرهاب أو الغلو ومما إلى ذلك مما للأسف يتعاطاه من يتعاطى ويسره إلى دين الإسلام ودين الإسلام براء من ذلك دين الإسلام دين عدل وإحسان لا دين جور وعدوان دين يسر ولطف لا دين عسر وعنف هذا مما لا يختلف فيه هناك ومما هو معلوم من الدين ضرورة إذا تبينا ذلك وتبينا هذه المصالح التي استعرضناها لكم بإيجاز أن المقام يقتضي ذلك وكنا قد سمعنا للأسف
الأسبوع الماضي ذلك الخطاب الذي ألقاه رئيسنا هذا يترجم فيه برنامجه الإصلاحي. إذا كنا قد سمعنا وتبينا علمنا أن هذه المصالح التي كنا نستعرضها وتقتضيها شريعة الإسلام تتماشى معها ذلك الإصلاح الذي أعلن عنه، ويكفينا أنه قيد عمله وبرنامجه بأنه سيتماشى مع تعاليم شريعة الإسلام. والأفضل والأحسن من هذا كله أنه أعلن للموريتانيين جميعا أن من صدره مفتوح وبابه مفتوح للتعاقد الإيجابي وفق تعاليم شريعة الإسلام من أجل أن تدعى المفاسد عن البلاد والعباد وتتحقق المصالح للعباد والبلاد وأن يتصل الجميع بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ولقد ذكرني هذا الإعلان من أنه فاتح الباب أمام الشعب الموريتاني من مختلف أصنافه، ذكرني بقول الله تعالى لنبيه في محكم كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم إن قوله تعالى وشاورهم في الأمر قد بين الله تعالى في موضع آخر وبين الأوصاف التي إذا اتصل بها الشخص كان أهلا بأن يشاور وأن يكون معه التشاور. جاء ذلك في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. والذين استجابوا لربهم وصفهم بأنهم استجابوا لربهم، والاستجابة لربهم تقتضي أنهم متمسكون بهذه الشريعة. قال تعالى في مجدهم: وأمرهم شورى بينهم. ومن هنا وصف المستشار أهل العلم بأوصاف يقول فيها أحد الفقهاء: شاور لذي دين ونصح عاقل وسالم من غرض وشاغل. فالمشورة لا بد منها، لا بد منها لصلاح أهل الدنيا والآخرة، لكن لا بد من أن يتصل بالأوصاف التي تحول الشخص لأن يكون ممن يستشار، ولا بد من المشاورة. ولقد صدق القائل: تأنى وشاور فإن الأمور منها جلي ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد ورأي الثلاثة لا ينقض. فلا بد من أن يكون الجميع على تجرد يعلم الله ذلك منه، وحرص على أن تتحقق المصلحة لهذا البلد، وعلى أن يتعاون مع قائد هذا البلد الذي منحه هذا الشعب ثقته أن يتعاون معه حسبة لله وابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمر الله على تحقيق المصالح ودرء المفاسد والاتصال بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. هذا رأيي ونصحي للجميع بعد نصحي لنفسي، ومن جاءني بخير منه قبلته، لكنه لا يمكنه أن يجيء به. الكتب بالباب والأنفاس حاضرة ولك وهاتك البطاقات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبارك وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والتقدم والازدهار الديني ثم الدنيوي. اللهم من علينا وعلى أمة الإسلام برجوع هذا اليوم عاما بعد عام ونحن في أمان وفي استقرار وفي تقدم وازدهار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته ويؤمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر. اللهم كل المظلومين المضطهدين المقتلين المشردين من المسلمين أينما كانوا. اللهم كل إخوتنا الفلسطينيين، اللهم لا يخفى عليك ما يسام به إخوتنا في فلسطين من تقتيل وتشريد ومن تهجير قسري وهدم بالمساجد، ما يسامون به من أولئك الصهاينة الغاصبين الظالمين.
اللهم انك على ما تشاء قدير، فاغنا بهم عجائب قدرتك. اللهم قدس المسجد الاقصى من ايدي اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم اجعل القدس الشريف عاصمه لدوله الفلسطينيه، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من مكر الماكرين وكيد الكائدين واستهداف المستهدفين ومن صواريخ الحوثيين وما هم من وراء الحوثيين. اللهم احفظ تلك البلاد المقدسه، اللهم احفظ بلاد قبله المسلمين، اللهم احفظ تلك البلاد التي هي مهبط وحيك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ اليمن، اللهم كل اليمن، اللهم فرج هم اليمنيين ووحد كلمة اليمنيين. اللهم أنقذهم مما يعيشونه من تقتل وتشريد، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق، وفيهم شر الحوثيين ومن هم من وراء الحوثيين. اللهم وكن كذلك للعراقيين، وكن كذلك للسوريين، وكن كذلك للليبيين. اللهم وكن للشعب الرهينجي، اللهم ارزقه مخرجا ومخلصا مما يعانيه من تقتل وتشريد. اللهم كل المسلمين عامة، اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة، اللهم وحد كلمة بلاد المسلمين عامة، اللهم ألف بين ولاة المسلمين عامة، واجمع كلمتهم على الحق، ووفقهم للتعاون على البر والتقوى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم واجعل بلدنا هذا مأمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا وبلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار، فاجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك واعط بلدك الميت. اللهم اسقها رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا محض ولا عرق. اللهم احم بلادنا وبلاد المسلمين بالصليب النابع. اللهم انبت لنا به الزرع وارجع لنا به الضر. اللهم اسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.